هذا عن الحاضر، أما الماضي فالماضي بالنسبة لك كان ماضي مشرق جدا مع كل الأندية والمنتخبات اللي اشتغلت معاها ودربتها، حققت كثير من النجاحات. لو سألتك إيه أبرز محطة ممكن تستعيدها في تاريخك الآن وتقول إن هي كانت المحطة الأفضل ليك؟ سؤال صعب، سؤال صعب جدا. أنت أخبرتني أنني توقفت منذ سنوات، ولكني أتحدث إليك لأنني على التزام تام بالتواجد مع جمهوري في الشرق الأوسط، وأنا الآن أعمل على إعطاء المحاضرات للمدربين للتثقيف. ولكن أستطيع أن أقول من واقع خبرتي، لا يمكن أن أحدد نادي أو اتحاد عملت معه. أنا الآن أذهب إلى كثير من الدول التركية، لإسبانيا، لكوريا مرة أخرى لأعيد التثقيف المدربين وأعمل على هذا. أنا سعيد لأنني عملت في هذه البلاد، ولا أستطيع أن أحدد دولة واحدة أو نادي واحد قد عملت معه، ولكني أنا فخور بعملي في ريال مدريد، وايضا حينما حققت بطوله الاف اي كاب مع تشيلسي، وحينما فزت بالدوري الهولندي مع ايندهوفن، كانت هذه فترات رائعه. وحينما لعبت كاس العالم مع منتخب هولندا، ولكن لا استطيع ان احدد فتره معينه لانني فخور بالعمل مع كل هؤلاء اللاعبين. لا يمكن أن أحدد نادي معين أو منتخب معين، ولكن أنا فخور. لكن بالطبع فترة تشيلسي حينما وصلنا للنهائي في 2009 كان هناك الكثير من الشغف والسعادة، ولكن لا يمكن أن أحدد. كما قلت أنا فخور بالعمل مع كل هؤلاء اللاعبين.